السلام عليكم واهلا بيكم في عالم امان. النهاردة ان شاء الله الوصفة بتاعتنا هتكون الصابون السائل القمر ده، مركز جدا زي ما احنا شايفين، بجد شكله تحفة والنظافة ما اقولكوش. بقى هنعمل 5 لتر فيري اصفر او بريل، سميه زي ما تسميه، المهم الجودة، نظافة وريحة وتوفير بتركيبة فعالة جدا في تنظيف المواعين والاطباق. بقى بيلمع الالومنيا بطريقه رهيبه، اي حله بقى لونها اتغير معاكي مثلا يعني، وكمان تقدري تستخدميه في تنظيف السجاد ان شاء الله، اي حاجه اي حاجه انت عايزه تنظفيها في البيت. استنوني ان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل صابون بلدي اللي هو الصابون القطع بكوبايه زيت واحده بطريقه تحفه جدا، وكمان هيكون معانا مكون سحري هو اللي هيخليه يتصب معاكي ويجمد ويبقى صلب جدا في خلال 2 ساعة بس. احلى صابون بلدي ان شاء الله الفيديو اللي جاي. ما تقوليش بقى عليه بلدي، ده صابون غسيل يعني عالي الجوده نمره 1. حبيبتي شايفه الصابون عامل ازاي بتاع النهارده؟ كمان المكونات بتاعتنا النهاردة مش كتير، مكونات عادية جدا وتقريبا في كل بيت. كمان عاوز اقول لكم قبل ما انسى، القناة التانية اسمها وصفة سهلة مع اماني، قناة حلوة بتقدم وصفات حلوة قوي ووصفات سهلة جدا، بعمل فيها برضو منظفات وكمان بطرق سهلة وبسيطة جدا وسريعة، وعملت فيها فيديو 3 طرق لمزيل العرق طبيعي وصحي هنعمله بايدينا في البيت. يلا بقى نشوف الصابون بتاعنا عملناه ازاي. اول حاجه معايا لتر من الميه من الحنفيه، مش ميه سخنه، ميه عاديه خالص فاتره من الحنفيه. حطيت معلقه كبيره قوي من السكر مليانه، واحط معاها ادي 2 ادي 3 4 معالق من النشا اللي هي مايوزينا او الكورن فلاور. هدوب كويس قوي ال4 معالق النشا في لتر الميه بالشكل ده. سامحوني انا مش بكتب المقادير في صندوق الوصف ساعات، بس عشان بحب اشوفك، اخليك تشوفي المكون وانا بعمل علشان تبقي عارفه ايه المكون اللي اتحط. ما تنسيش حبيبتي في اللايك والاشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعارات القناه. بعد كده هبتدي احط 1/2 لتر من الصابون السائل. الكوباية اللي انا بعاير بيها هي نفس الكوباية في كل المقادير بتاعتي، فخلوا بالكم من الحكاية دي عشان يظبط معاك. انا كده حطيت 2 كوباية من الصابون السائل، يعني مقدار 1/2 كيلو تقريبا، 1/2 كيلو من الصابون السائل، وهقلب كويس قوي. طبعا انا حاطه سكر وحاطه صابون سائل وحاطه الميه، احط كمان معلقه من ملح الليمون، دي معلقه كبيره، معلقه ونص كبيره مليانه من البتاس اللي هو الصودا الكاويه. هقلب كويس قوي وهدوب كويس بالشكل ده. طبعا بعدي لو اول مره بتتعاملي معاه تلبسي جوانتي، انا دلوقتي هسيبه يبرد اهو، بعدته بعيد، بس عايزه اقولك تلبسي كمامه وتلبسي جوانتي حافظه على ايديكي، خلي بالك ولا يهمنا خالص، لو حتى طرطش على ايدينا بالخل وكل حاجه ايه تبقى تمام، بندلو على ايدينا خل مش ميه ولا صابون ولا اي حاجه. بعد كده حطيت معلقه من ملح الطعام، وحطينا طبعا معلقه من ملح الليمون. عايزه اقول لكم ان النشا هنا وملح الليمون بيعادلوا معايا البي اتش، النشا مهمه جدا مع ملح الليمون نظافه، وكمان بتحافظ على ايديا وبتعادل البي اتش. يعني مثلا انت المفروض بتسيبي الوصفه دي من 3 لـ4 ايام عشان البي اتش مثلا يكون نزل، عشان البي اتش ينزل، لان لو تم قياسه دلوقتي، لو تم قياسه الان هتلاقيه عالي. فاحنا بنعمل ايه؟ بنسيبها 3 4 ايام وبعد كده بنبتدي نستخدم الصابون. تمام كده. طبعا حطينا معلقه صغيره برضو من الكربوناتو،
بصوا بقى المقادير واكتبي معايا. انا حطيت 4 معالق من النشا ولتر ميه، معلقه كبيره سكر، وحطيت معلقه كربونات ومعلقه ملح ليمون ومعلقه ملح طعام. تمام كده، عشان اللي عايز يكتب بيكتب. طبعا ملح الطعام بيديني اللزوجة، شايفين اللزوجة بقى بقت عالية وعاملة ازاي. طبعا البطاطس لما برد حطيته زي ما احنا شايفين كده، بقلب جامد قوي قوي، قلب قلب قلب، علشان اللزوجة كل ما بقلب كل ما بتزيد لزوجة الصابون زي ما احنا شايفين كده. يبقى اهم حاجة معانا ان انتي تسيبي البطاطس يبرد خالص والابخرة بتاعته تطلع خالص، عشان ما نشتكيش بعد كده من ريحة الصابون قبل اضافته. انا كده ضفت البطاطس وضفت ملح الطعام، بعديه لان ملح الطعام هنا بيديني الزوجة للصابون. تمام كده، يا رب اكون ما نسيتش حاجة اقولها لكم. حطي بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس لو لسه معايا لغاية هنا حبيبتي في الفيديو. شجعيني كمان وشجعي قناتي التانية وصفة سهلة مع أماني، ان شاء الله تعجبكم. نقلب كويس قوي قوي، سامحوني بقى لو بتكلم كتير في الفيديو، بس انا بحب اوضح لكم كل يعني اي حاجة واي مكون بشرحه، علشان والله انا بلاقي التعليقات فعلا بتسألوني تاني في كل محتوى الفيديو، فعشان كده انا بحاول اشرح كل حاجة انا حطيتها فايدتها ايه وعشان ايه. انما لو كتبت المقادير في صندوق الوصف، طب ما مش هتبقي عارفة انا حطيت ايه مع ايه ولا ايه قبل ايه. انا دلوقتي قلتلك كل المقادير بالترتيب علشان اللي عايز يكتب، وكمان شفتيها بعينيكي واحنا بنحط. تمام كده، تعالي بقى يلا نشوف. هحط نقطة، بصوا المنظر، نقطة، وهوريك الرغوة هتبقى عاملة ازاي بتاعت الصابون بتاعنا، وكله قدام عينيكي زي ما احنا شايفين كده. نقطة صابون وحطيت نص كوباية من المية، وزي ما احنا شايفين كده الرغوة بقى ايه، ما اقولكوش والله ولا النظافة، بجد صابون فعال وفي منتهى الجمال يا جماعة والله. يعني بصي الوصفة دي اللي قدامي دلوقتي كده حوالي يعني 4 لتر من الصابون. طبعا انا لسه ما زودتش، انتوا شايفين اللزوجة عاملة ازاي، لسه ما هيبات التلات او الاربع ايام اللي انا قلت لكم عليهم دول، علشان البي اتش ينزل. هتبص تلاقيه الضعف معاكي وزي ما انت عايزة بقى، حسب ما انت عايزة القوام بتاعه، 6 لتر 10 لتر، انت حرة زي ما احنا شايفين كده. وكل ما بيقعد، لاحظوا كده كل ما بيعدي وقت، حتى وانا لسه في اثناء تصوير الفيديو بتلاقوه تقل اكتر واكتر في الفيديو، ولسه لما يقعد مدته بقى وياخد وقته. شايفين الجمال ده، ان شاء الله الصابون يكون فاتكم ويوفر معاكم، ويكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم بإذن الله. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس، وما تنسوش كمان قناة التانية وصفة سهلة مع أماني في الاشتراك واللايك للفيديوهات والمشاهدة يا حبايبي عشان تدعموني. شايفين الحلاوة دي، جميل.